غرام كان خبر سعيد باش نتبعوا غرام تاع مواطن تونسي الحقيقة هو المفاجأة اليوم. نعم. اخبار سعيدة. اخبار سعيدة. ملا باس جعفور متاع تبع الأحلام متاعك هذيك هو الأخبار السعيدة. هات نسمعوا حاجة قبل ما نعطيكم أكثر تفاصيل. Constable seem to have got their defensive shapes back in order. Although half through the gap they go, and it's a break. And away they go, and an arm is back in the air. And it is the Tunisian tank. The Tunisian tank, guys. Saif Boussada. Saif Boussada. The Tunisian tank معناتها الدبابة التونسية. تسمع في تعليق على ماتش ريغبي و the Tunisian tank أو الدبابة التونسية يقصد بها اللاعب الريغبي سيف الدين بوسعادة. سيف الدين بدايته كانت في 2001 في نادي الريغبي بسوسة في الصغرى. نحب نقول جوست للبلاد هذه اللي اسمها تونس عندها تاريخ كبير في الريغبي، ونحب نحيي للسنيور الكل اللي يسمعوا فينا واللي لعبوا ريغبي في تونس واللي لعبوا في منتخبات الريغبي في تونس اللي كانوا أبطال إفريقيا دائما وأبدا بدن في هالرياضه هذية اللي للاسف ما عادش عندها المكانه اللي كانت عندها قبل. سيف الدين البدايه نتاعو بدات في 2001 كيف ما قلنا في سوسة في نادي الرجبي، 2010 في نادي الرجبي في مساكن، بعد بطل اللعب مشى يكمل في القرايه نتاعو في تبرقه، كان واحد من احلامه زاد انه يكون قبطان سفينه، دونك بطل السبور للاسف. ساعات نضطر نعملوا خيارات، لكن عام 2015 جاء عرض من ايرلندا مع جمعيه اسمها واتر بارك، لعب معاهم موسم وحيد. 2016 يمشي لانجلترا في جمعيه درجه ثالثة اسمها YMCA كما الغنية بالضبط exactly كما سمعتوا. 2017 ينتقل للدرجة الثانية في هيث، وجاتوا برشا عروض من فرق أخرى خاطر قالوا له نيفو نتاعو باهي برشا، لكن هو رفض، قرر يقعد في هيث اللي عطاته الفرصة أنه يكون في فريق من نوع هذايا، اعتراف بالجميل أنهم طوروه وطوروا مهاراته ووقفوا معاه وعاملوه كفرد من العائلة وتبنوه فعلا. عام 2020 الفريق هذايا يطلع للناسيونال. أيوة. والفريق هذايا يهز كاس الناسيونال وان نهار السبت اللي فات. هذايا الحاجات اللي ما تصير كان في أنجلترا الحقيقة في الفوت ولا في الرجبي، كأول تونسي ياخو هالتيتخ هذايا وياخو في المات هذا بالذات رجل المقابلة الدبابة التونسية The Tunisian Tank سيف الدين بوسعادة اللي معانا مباشرة بالتليفون. معانا بالتليفون. اي نعم. سيف صباح النور. صباح النور اخويا جعفر. نايس تو ميت يو. مش نغمق. تحية كبيرة ليك يا سيف. سيف سيف خويا سيف. صباح النور. انا راني ما نحكي كان بالانجليز. قولوا we are really proud of you. No French, no French. I'm really happy that I see I listen to you. I'm proud of you. That speaking you. يا سيف فخورين بيك خويا. سايبيني. والله والله فخورين بيك. والله. فرحتنا الله يفرحك اللي تحكي فيه زينب والسادة والسادة المستمعين. ممكن احنا نحكيو فيه كلام اما هو وراه برشا تعب وبرشا عذاب وبرشا برشا مكابدة وبرشا تضحية. مبروك شامبيون، شرفتنا خويا. حكاية ماهيش سهلة، وخاصة انا نعرف الرجبي في لانجلتير اش معناتها؟ معناتها عبارة بطولة العالم. يس. من اقوى ما ثم في العالم. كيفاش كانت التجربة؟ احكي لنا سيفون والتتويج. والله انت معناها قلت برشا تعب وبرشا تضحية وبرشا اصابات وبرشا كسور وبالحق وبرشا يعني تحديات حتى مع المجتمع ومع حتى مع العائله. قبل واني صغير كي بديت نلعب في الرجبي معناها يقول لك الرجبي ما فيش مستقبل في تونس مثلا ما تبعت شبوت والحكايات، لكن هي غرام، هي الحكايه كلها تبدا حكايه غرام. ومن بعد كي وصلنا يعني لعمر معين وخذيت الباك بديت نخمم معناها على روحي على مستقبلي، قلت في الرسمي الرجبي ما فيش مستقبل في تونس، هيك علاش كملت قرايتي في تبرقه وتخرجت قبطان سفينة ملاحة دولية. نعم. بحكم العائلة كلها يعني في البحر. وبعد كي جاء العرض في ايرلندا قلت علاش لي، عمل في 2015 مازلت صغير نمشي نشوف الدنيا زادة الحق. مشيت لعبت موسم غادي وبعد انتقلت لانجلترا كما قلت باش ما نطولوش. حاسس لقيت روحي في الفينال تاع كاس انجلترا للناشونال وان، يعني فين تلعب بالفينال هي اهم حاجة، هو تلعب في توكنهام. توكنهام هذا اكبر استاد رجبي في العالم، يعني برك الله برك الله. ثم استادات تفوت اكبر منه في توكنهام يلعبوا فيه كان الرجبي. برك الله. انا نحب جوست يا سيف سامحني جوست باش نحب نقرا ستاتيو اللي انت كاتبه يا سيف على خاطر مل مساج فيه. يقول عندما كنت صغيرا في تونس كنت احلم بان اذهب لانجلترا لاشاهد مباراه رجبي في ملعب توكنهام.
يوم السبت القادم بعد مرور 25 عام سيتحقق حلمي، ولكني سأكون هناك لألعب نهائي الكأس الوطنية مع فريق هيث. شكرا لكل من آمن بقدراتي، مدربين، لاعبين، مشجعين، عائلتي وأصدقائي في هالملعب الميتيك اللي حلم به وهو صغير يلعب فيه ويهز الكوب وياخو أم دي ماتش. إنفيرتي خويا، خويا محليك. أنت كي تقرأي لي لحمي شوك وإحنا زيادة لهنا في البلاتو يا سيف. والله مش لما نكتبها لي كنت نسمعها من عباد أخرى وناس مع اللي هم من الحق يعني يقدروا معنا التعب والمجهود. يعني نهار السبت كي مشيت معنا قاعدين ربي الاستاد ما نجمش نرقد في الليل الحق معنا متوتر شوية. قمت الصباح قلت يا ربي العمل عليك، يا ربي ما تخليهاش بيا، حسيت روحي ساقية كارزان شوية وتعب شوية. ما صنعت الحدث، تحصلت على رجل المباراة من 44 جوار وشاركوا في المقابلة. والحاجة اللي تفرح أكثر والله تفرجت على الماتش أكثر من مرة، اللي قداش من مرة اسم تونس تعاود في الماتش هذاك. الحمد لله. يعني من المذيعين. يعني التونيزيين تانك. التونيزيين تانك. أول تونيزيين، معنى أول تونسي يعني يعاود عند الكورة عند التونسي، ما عادش يسمي اسمي ولا كل شيء تونسي. التونسي هذه الحاجة اللي تشرفه. والحاجة معنا شوف قداش من عبد عارفوا اللي فما واحد تونسي يلعب في الرجبي في إنجلترا. شرفتنا سيف الحقيقة، فرحتنا، الله يفرحك خويا وربي يديم عليك النعمة هذه وديما وراك وبجنبك خويا. الحقيقة حاجة تعدي لك إنرجي، وأنا نتمنى أنه كل بلاتوات اللي في تونس الرياضية طبعا يستضيفوا يستضيفوا لي، أنه ملهم أكيد. شخصية ملهمة. وقت اللي نحكيه على أنس جابر ولا نحكيه على حفناوي ولا نحكيه على سيف الدين بوسعادة، سيف الدين بوسعادة، راهو الحقيقة الباركور ملهم. صح، هذا هو. رغم ثم حتى شيء مستحيل، حتى حد أنا متأكد أنا ما نعرفوش، حتى حد ما كان معاه وموافقه في ثنيته أكيد. أما هو يرى فيها هو عنده أكبر دليل اللي هو كنش يعني إذاعة ديوانة فيها هم معنا كونتاكتوني وحبوا يحكيوا على الموضوع هذا. معنا وحدي نقيت روحي وحدي، نعوم في بحري وحدي، لكن عايش حياتي وحدي، شيخ على روحي ونترينا والناس ترينا مرتين، نترينا 6 مرات وسبع مرات وما سلمتش. مليون خويا ماكش وحدك سيف، تونس الكل معاك، تونس الكل وراك، فهمني ولا؟ وبالعكس بالك تكون انت خويا هذاك اللي تسمى اللي تنسال الشراره اللي تعاود ترجع بها الرجبي في تونس، لانه عندنا فريق تاع رجبي قبل نتذكر انا طبعا. ورغم اني مانيش مغروم فهمني، ولكن نتفرج الحقيقه ثم انجازات على المستوى الافريقي، وكانت عندنا فريق صحيح. مهم صحيح. ان شاء الله من خلالك انت نرجع للتتويجات ان شاء الله. ربي يوفقك، مبروك مبروك عليك ومبروك علينا الكل. اخويا جعفر وصافي بليزير حكيت معك اون ديريكت، وبربي تحيه ليه السي الشرفي نويره، هو المدرب اللي اخذاني من يعني من المدرسه الاعداديه وقال لي انت عندك مستقبل في الرجبي. هو اللي علمني الرجبي، ومن بعد سي مروان جري هو اللي كامل معايا المسيره، معني اللي علمني التكنيك واعطاني البازه الصحيح. ومن بعد يجيوا المدربين الاخرين، مدرب فريق قومي سي محمد علي، وبرشا مدربين سي مصطفى بودقه وسي مصطفى رويس، برشا محليك. بارك الله فيك سختو. انا نتاكد اللي هو كي يسمعوا اليوم يسمعوا اسميهم اليوم وانت في البلاصه اللي انت فيها قديش يحسوا فخر وقديش يحسوا سعاده. وبارك الله فيك على الاعتراف هذا، خاطر هذا مهم جدا جدا. تحيه كبيره للعائله نتاعي اللي يتفرجوا معايا في اللايف غادي، ونحس كل من بعد كي يبعثوا لي في الفيديوهات هذاك الشيء اللي زيد شجعني باش نزيد نواصل. مبروك لعائلتك، واحنا اليوم زاد انت واحد من عائلتنا، شرفتنا خويا، نورتنا، الله ينورك الله ينورك، فرحتنا. جعفر الله يفرح نهاركم زين ونتكم، بارك الله فيك. انا نحب جوست نقول ميرسي لإيهاب على خاطر هو اللي يحكي لنا الحكايه، هو اللي جاب لنا الحكايه هذه الكل، كنا نجمو نتعداو اكوتي وما نسمعوش بها، هو خاطر يتابع شويه في الثاني يجي تاع ركبي مع ركبي على الاخر. دونك ما نخمروهم من داخل فاروق يذب وإيهاب يشد الديفونس. حسام انترونور هو فاروق وشد ليا زاد عطا شد ليا. حسام عنده اصابه ما ينجمش يعمل انترونور، لازم يكون ان شاء الله بنطفي عليك حوس يا بنين. كانت هذه اخبار سعيده، شكرا لكم الصحه. ساعه سعيده.